مشتركي سبورانيت. في الفيديو هذا باش نعطيكم ملخص صغير على الضوء، باش نحكيو على مصادره، باش نحكيو على الخاصيات البصرية للأوساط. دونك مصادر الضوء عندنا المصادر، مصدر اصطناعي ومصدر طبيعي. اذا بالنسبة للمصادر عندنا مصادر الضوء الطبيعية والاصطناعي. إذن عندنا مصدرين للضوء. بالنسبة للمصادر الطبيعية مثل الشفق وبعض الحشرات مثل هنا ذبابة ذات ألوان وفي ذنبها شعاع، فما كل ذبابة لساعات تبدأ هنا في ذنب متاحة شعاع. دونك بالنسبة للمصادر الطبيعية، طبيعية معناها مصدر طبيعي، معناتها ماهوش مصطنع، ما تدخلش فيه الإنسان. دونك مثل الشفق، إذن هذه المصادر لا يمكن السيطرة عليها بواسطة الإنسان. دونك مثال هذه لا يمكن نجمش تتحكم فيها. وعندنا المصادر الصناعية دونك ولا الاصطناعية. دونك مثال الشموع، وإذا لهنا هي مصدر اصطناعي. به لهنا الضوء، الحاجة المهمة في الضوء هو أنه يساعدنا على الرؤية. إذا لهنا هذه هي معناتها خاصية الضوء، معناتها أنه يساعد الإنسان على الرؤية. دونك يساعدنا الضوء على أن نرى، ومعظم الأشياء التي نراها كالشمس وضوء الغرفة هي مصادر للضوء. احنا نشوف الشمس ونشوف ضوء الغرفة وهذه مصادر للضوء. يمكن أن نرى بقية الأشياء لأن الضوء يرتد من المصدر ويسير إلينا. دونك ويمكن أن نصنف مصدر الضوء إلى مصادر كيف ما قلت لكم طبيعية واصطناعية. الضوء الطبيعي يأتي من المصادر التي لا يمكننا التحكم فيها مثل الشمس، مثل النجوم، مثل الشفق. بالنسبة للضوء الاصطناعي يأتي من مصادر يمكن التحكم فيها كما ضوء الشموع، كما ضوء السيارات، كما ضوء الكهرباء. باهي هذه هي مصادر الضوء والتعريف اللي كنا نحكي لكم فيه. دونك نجموا نتوما تدونوا على خاطر بالطبيعة الأسئلة تدور حول هذه الحاجات هذه اللي حكيتها لكم. نتعدى للنقطة الموالية واللي هي الخاصيات البصرية للأوساط. دونك عندنا أنواع الأوساط البصرية، عندنا مواد شفافة كما الزجاج العادي عفوا، إذا لهنا التعريف متاعو هو يسمح بمرور الضوء خلالها، ويمكن بواسطته تمييز الأشياء. تمييز الأشياء بوضوح تام، مهمة ياسر الحكاية الوضوح التام. وعندنا مواد نصف شفافة، المواد هذه صحيح انه يسمح بمرور الضوء، وصحيح انه نستطيع ان نميز الاشياء بوضوح لو وضعت معناتها لهنا بطبيعه نميز الاشياء عفوا بوضوح، ولكن وضوح ماهوش تام. عندنا النوع الثالث من المواد واللي هو المواد المعتمه اللي ما تخليش الضوء يتعدى جمله، ومن نجم معناتها لا نستطيع لهنا رؤية أي شيء، كما الستائر، بعض الستائر بطبيعة، كما الخشب، كما اللوح، كما المعدن. تفهمنا هذه هي إذا الأوساط البصرية. تابعوني على سابورانيت باش نخدم لكم برشا تمارينات على الجزء هذايا، باش نحاول لهنا نجيب لكم بعض الصور اللي باش تدعم الدرس نتاعنا. انتم كان عندكم أي استفسار معليكم كان تتصلوا بإدارة المنصة.